يعني طبعا هذا الإعلان يعني يتحمل الكثير من الأوجه، هو ليست المرة الأولى التي كان الجيش الروسي تحدث عن توغل في ماريوبل والسيطرة على أجزاء كبيرة منها، في حين كان يواجه يعني مقاومة شرسة على الأرض من قبل الجيش الأوكراني. ولكن بكل الأحوال في المقابل يعني نرى تصريح للرئيس الأوكراني يتحدث عن محاولات لاستعادة ما تم السيطرة عليه من ماريوبول، يعني أن السيطرة لم تكن كاملة. أيضا علينا أن نعطف على هذا الموقف الروسي تصريح الرئيس فلاديمير بوتين عندما حذر الجيش الروسي من دخول منطقة أزوفستان، وهي مدينة صناعية كبيرة يعني داخل ماريوبول، وبالتالي هذا يعني بشكل واضح أنه لم يحصل سيطرة كاملة على هذه المدينة التي يعني حولتها القوات الروسية إلى أرض محروقة وحتى الآن لم تستطع السيطرة عليها بشكل كبير. أيضا المخاوف الروسية كبيرة لجهة الدخول في منطقة أزوفستان، وهي منطقة هي مدينة صناعية محصنة فيها تحصينات قادرة على مواجهة الهجوم النووي، وهي يعني منطقة بنيت في زمن الاتحاد السوفيتي، ويعترف الروس اليوم بأن الدخول إليها ينطوي على مخاطر كبيرة ويعرض الجيش الروسي لخطر الإبادة، وبالتالي يعني من المبكر أن نتحدث اليوم عن سيطرة كاملة، لكن بمعنى يعني محاولة رفع المعنويات للجيش الروسي نفهم هذا الكلام الذي يصدر عن وزير خارجية روسيا في هذه المرحلة. طيب أستاذ يوسف، يعني حقيقة حتى شويغو تحدث بأن هناك نحو 1500 جندي أوكراني سلموا أنفسهم، لكن لا يزال هناك 2000 جندي يتحصنون في أزوفستال. أستاذ يوسف، يعني هل فعلا إذا ما سيطرت موسكو على ماريوبل اليوم، ما الذي ستحققه على الساحة السياسية، على ساحة التفاوضات، على ساحة حتى المواجهة مع الغرب أستاذ يوسف؟ بتقديري النتائج ستكون سلبية وليست يعني نتائج إيجابية بالنسبة للجيش الروسي. اليوم الكل يعترف بأن السيطرة العسكرية على ماريوبول يعني ستكون المفاوضات السياسية محفوفة بالمخاطر، لأن أي محاولة لإعادة جمع الطرفين ستبوء بالفشل. اليوم الجانب الروسي يتحدث من أنه يريد من المعركة العسكرية أو من الحرب التي يشنها على روسيا حماية مناطق الانفصال في شرق روسيا. يبقى السؤال، ما المغزى اليوم من استكمال الهجوم على المدن الروسية وإحراقها وتدميرها؟ هل هذا يؤسس لحل سياسي في المرحلة المقبلة؟ هل هذا يجعل الجانب الأوروبي والغرب يطمئن إلى الخطوات الروسية؟ أنا أعتقد لا، النتيجة ستكون معاكسة إلى حد كبير. بتقديري اليوم الرئيس الروسي يلعب أوراق خطرة، لأنه يعتقد اليوم أي تراجع في العملية العسكرية يعني خسارة سياسية وهزيمة معنوية، ليس لروسيا كدولة تعتبر دولة عظمى، بل لمصداقية هذه الدولة عند حلفائها ولمصداقية الرئيس فلاديمير بوتين تحديدا، خصوصا وأن استحقاقات كبيرة تنتظره في المرحلة المقبلة. لذلك اليوم هو يلعب أوراق أعتقد أنها قريبة إلى المغامرة الانتحارية في أوكرانيا. وحتى لو عدنا اليوم إلى موضوع السيطرة على ماريوبول، قد نقول اليوم أن الحرب الكلاسيكية انتهت، ولكن دخلنا في حرب الاستنزاف وفي جر الجنود الروس إلى يعني مستنقعات ليسوا بمقدورهم اليوم أن يخرجوا منها. وأزستوف أخذ هذه المستنقعات أستاذ يوسف، أزستوف أخذ هذه المستنقعات، جنود روسيا يتجولون على حطام دباباتهم، وبالتالي معنويا أنا أعتقد أنها ليست مفيدة للجانب الروسي. وأزستوف إحدى هذه المستنقعات التي تحدثت عنها أستاذ يوسف.
بالتأكيد بالتأكيد، لأن الروسي يدرك تماما أن الدخول إلى هذه المنطقة هو أشبه بالانتحار، لأن التحصينات والسراديب والخنادق الموجودة فيها يعني تسمح للجيش الأوكراني أن يقاتل فيها لأشهر طويلة، وعندما نتحدث لأشهر يعني نتحدث عن استنزاف قد لا حدود له، ولكن بالمقابل الخسائر الكبرى ستكون على الجانب الروسي أكثر مما هو على الجانب الأوكراني. الأستاذ يوسف دياب الصحفي والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك.